السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي. انا ان شاء الله غادي نقدموا واحد الطريقه كيفاش نقدروا نقطعوا الخبز الجاف على شكل سيكالين. لان الا مشينا تعطينا الاناني ديالنا يعني الخبز بهذه الطريقه هذه يعني على شكل قطع كبيره، سمو كيوقع انهم كيمشيو كيفزقوا فوق منه عزكم الله، يضيعوا الخبز. يعني انتم اللي دايرينه كيضيعوه. ملي كيضيعوه سمو كيوقع ان كيتصابوا بانتفاخات. الطريقه وهي كالتالي: خاص اول حاجه وهو التجفيف، اما تجفوه بهذه الطريقه اللي راني داير يعني في الشمس، يعني ما تحطوش في الميكا كيولي عليه ندى وكيصوف. اما بهذه الطريقه هذه في الشمس، او الناس اللي ما عندهمش الشمس يعني لقاو بلي الخبز كاين وخصهم يعني في اسرع طريقه يقطعوه وما كرمش لهمش دغيا سمو يديروا له، وهو انهم يحطوه فوق الفران المنزلي اللي كيكون عندكم اللي كطيبوا الخبز. ديك الحراره ديالو حطوا هذا الخبز هذا فوق من الفران وغادي يعني يجف بواحد الطريقه يعني طبيعيه. يعني في العوض ما ديروه يعني في الشمس، ممكن انكم ديروه فوق الفران. اذا هذه الطريقه ديال التجفيف. اما الطريقه ديال التقطيع وهي كالتالي: اذا كما كتشوفوا ان هذا الخبز مقطع بواحد الطريقه يعني تقريبا بحالها بحال السيكالين. شحال من واحد غادي يستغرب غادي يقول بلي واش ممكن اننا نقطعوا الخبز بهذه الطريقه. الناس اللي عندهم مثلا روبو يعني بحال المولينكس يصلح الخبز، ولكن مع المده يعني كيلاحظوا انهم ما كيخرج لهمش بهذه الطريقه هكا، كيخرج يعني تفرتيت يعني دقيق. اما الطريقه هذه انتم كما كتلاحظوا شبه السيكاليم، انتم شبه السيكاليم يعني هذه انتم كما كتشوفوا معايا، انتم هنايا واحد جزء هنايا عاطي هذا الذكر او هنايا راه نعس. لاحظوا ان هاد الجهه راه خواوها، يعني انتم العلافات راهم كلاوهم كاملين. انتم الذكر عاوتاني حتى هو راه كلا، هاد الذكر باقي ما كلاش لان عاد حطيت له. المهم راهم كياكلوا. الطريقه ديال التقطيع وهي كالتالي: يعني اما يكون عندكم مثل هاد البانس عادي، حنا كنقولوا له في المهنه بانس كوبوند، يعني هذا كيقطع، او اللي عنده هاد المقص ديال الاشجار هكا، كونوا متاكدين ان هاد بهذه الطريقه هذه غادي يمكن لكم انكم تقطعوا هاد الخبز بهاد القطع هكا. غير خاص ما يكونش الخبز ما كيرمش بزاف، يعني نقولوا مثلا البابا راه كتضرهم بزاف. كونوا متاكدين الخبز اللي عطيتيه لهم يعني يعني في الحاله الطبيعيه ديالو اللي فيه البابا، يعني الوسط ديالو راه كيدير لهم الاسهالات وكيمرضوا واحد الامراض خايبه. هانتوما كما كتشوفوا هانتوما بالنسبه للسعر ديال الخبز راه معروف، يعني رخيص في الثمن. الطريقه ديال التقطيع انا غادي نوريكم هانتوما، ندير لكم تقريبا واحد الطرف باش تشوفوا كيفاش كيتقطع هانتوما. وهي في الحقيقة يعني هي عبارة عن تسالي، ثم يعني ما يمكنش أديو النفوس ديالكم لأن كتحطوا هاد الطرف هكا، هانتوما لاحظوا أن الطرف شحال 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 ضرب واحد شوية هانتوما، يعني كيولي بهاد الطريقة هادي، ثم غير المهم خصو يكون يابس، ما يكونش يعني البابا، حنا كنقولوا البابا. هذه الطريقه هذه ممكن انكم تقطعوا بها الخبز ديالكم بهذه الطريقه وتعطيه لهم، تعطي الانانيب راهم كياكلوا بواحد الشراهه عكس لهم يعني الخبز يعني ترميه لهم هكاك، يعني خبزه كبيره ترميها لهم كارمه ما غاديش ياكلوها بحال الطريقه اللي كندير. هانتوما شوفوا انا غنعطي هذا الذكر واحد شويه، شوفوا انه كيفاش كياكلوا. انا غادي نرميه له انتما، شوفوا كيفاش كياكلوا، انا كياكلوا يعني حبه حبه، يعني كانه كياكل السيكالين انتما. كونوا متاكدين كون عطيتو له يعني طرف كبير غادي هذاك الطرف الكبير غادي غير يضيع، لان يعني غادي
غادي اما يوسخ فوق منه اما يبقى ينجر فيه وما يعجبوش. اما بهذه الطريقه هذه انتما راه كياكلوا بطريقه يعني كان راك عاطي السيكالي 100%. انتما وبالنسبه للميزان ممكن ان هاد الطاس ديال دانون انتما كما كتشوفوا هاد الطاس ديال هاد دانون ممكن انكم تعبروا به انتما ممكن انكم تعطيهم نصف كافي هاد النصف هكا يعني تعبروا به بحال هكا صافي الى وصل هكا صافي راه كافي انكم تعطيهم مره في الصباح مره في العشيه يعني بغيتوا التسمين كاع ممكن انكم تزيدوا تقريبا تيوصل هكا تيوصل يعني الحد ديالو هكا ما الحد هكا راه كيولي يعني التسمين ديال بصح هذاك. وبالنسبه للثمن ديال الخبز راه رخيص راه كيدير 2 دراهم للكيلو يعني ممكن ان 20 درهم تعمر لكم واحد بانيو واحد الخنشه عامره يعني تجيب لكم 20 كيلو يعني مثلا 10 دراهم ممكن تجيب لكم 5 كيلو حتى 6 كيلو على حسب اختار كيدير درهم ونص اختار كيدير يعني 2 دراهم 40 ريال. بالنسبه للناس اللي عاد بادين ويعني ما باغينش يصرفوا بزاف على الارانب ديالهم هذه هي الطريقه ديال التقطيع ديال الخبز طريقه سهله وبسيطه وفيها تسالي يعني ممكن انكم هذا البانيو هكا ممكن ديروه في واحد ربع ساعه مزيان ان منها تسالي منها انكم كتقتصدوا شويه ديال الفلوس انتما طريقه بسيطه بهذا المقص انتما عقلوا عليه هذا المقص ديال الاشجار ممكن تشريوه من قديم او تشريوه جديد ما غانيش بزاف كيدير شي 60 درهم راه ولكن غادي يخرج لكم بزاف ان شاء الله ديال الفلوس الى تقديتوا هذا المساكه او اللي عنده بانس بلا شك عندكم كاع بانس في الدار بحال هكا ممكن حتى هو انكم تخدموه. اذا هذه هي الطريقه ديالنا ديال التقطاع ديال هذا النهار. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم تكيو على زر جيم باش تساندوني وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي للناس اللي مازال ما شاركوش معنا في القناه الجميله ديالنا يشاركوا معنا ومرحبا بهم. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.